قبل ما نروح للكابتن علاء نبيل، عندي تقرير مهم جدا مع واحد من الاهلاويه الاهلاويه اللي كله من جواه احمر واهلاوي، يعني محمد حسن اسم التقرير اللي جاي. هيكون معانا محمد حسن، واحد من الاهلاويه اللي كان بيقتني مجله النادي الاهلي منذ وفاه الله يرحمه محمد عبد الوهاب، وحتى الان ما عداهوش عدد واحد من مجلة النادي الأهلي. زي ما قلت لحضراتكم، ابعتوا لنا على صفحتنا الرسمية، هنروح ونصور معاكم في المكان اللي انتوا فيه، أو عشان نعرف حب النادي الأهلي بالنسبة لكم عامل ازاي، وعملتوا ايه عشان تحبوا النادي الأهلي أو تعرفوا النادي الأهلي أو توثقوا حب أو توثق حبك للنادي الأهلي من خلال زي ما قلت لحضراتكم، أو زي ما شفنا قبل كده حد داهم بيته كله أحمر وعامل نسر النادي الأهلي، في واحد في بيته عامل نايم على لحاف النادي الأهلي، حاجات كتيرة جدا شفناها جميلة جدا، ودي بنوثقها الحقيقة للتاريخ. حب النادي الأهلي دايما في قلوب كل الأهلوية. خلينا نطلع نشوف تقرير محمد حسن وحبه للنادي الأهلي، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل النجم الكبير كابتن علاء نبيل. أول مجلة جبتها كانت يوم وفاة الكابتن محمد عبد الوهاب 2006 لحد الآن. يعني عاشق طبعا للنادي الاهلي، اتولدت على تشجيع الاهلي وحب للنادي الاهلي، ومبدأي الاول في حياتي هو النادي الاهلي. يعني هو حته ان انا تجميع المجله مش شرط، انا اي حاجه عليها شعار النادي الاهلي بجمعها، ما بسيبهاش، يعني ما بسيبهاش واقعه في الارض، لازم اشيلها، اي حاجه سواء المجله، العلم، التيشيرت، اي حاجه عليها شعار النادي الاهلي. هي الفكرة ان انا كنت بجيب المجلة واقراها واشيلها، ما كانش ينفع ارميها، يعني ما كانش ينفع ان انا مثلا يستخدموها في حاجة تاني عليها شعار النادي. الفكرة اصلا ان انا اشتري مجلة الاهلي اصلا لما عرفت ان هي بتساهم للنادي الاهلي. هو عامة يعني انا المجلة لازم يوم كل يوم الاربع لازم اروح اجيبها، لو ما جبتهاش الاربع اجيبها الخميس، لازم اروح اجيبها سواء باحداث او من غير احداث. يعني انا النادي الاهلي انا مربوط بيه بالسعادة، هو يعني اليوم اللي بيبقى فيه ماتش الاهلي ده يوم عيد بالنسبه لي. يعني وانا صغير كنت اتفرج مع بابا واخواتي وكده، لكن دلوقتي بقى مع اصحابي على القهوه، ساعات نروح عند واحد صاحبي في البيت نتفرجوا كده. يعني هو الاهلي عمل لنا كل حاجه، ثانيا ما خلناش نفسنا في حاجه، شبعانين بطولات، شبعانين فرحه، شبعانين سعاده، لكن احنا حلمنا بقى نشوفوه على منصات التتويج، كاس العالم للانديه. يعني هو النادي الاهلي بالمجلات بكل حياتي، يعني ما ينفعش افرط في ولا مجلة، يعني النادي يعني ولا بمقابل مادي ولا بأي مقابل، ما ينفعش. يعني دي حاجة كده زي أولادك، زي إخواتك، زي والدتك، زي والدك، ما ينفعش أفرط فيهم. دي أول مجلة جبتها بتاعت يوم وفاة الكابتن محمد عبد الوهاب الله يرحمه، دي كانت أول مجلة اشتريتها يعني، فمحتفظ دي محتفظ ما ينفعش أفرط فيهم. وديت أول ما الأهلي صعد كأس العالم للأندية، كان خدنا الثالث طبعا، كنا وصلنا على حساب الصفاقس. برضو العدد ده برضو يعز عليا الكابتن محمود الخطيب مع اساطير العالم، ارفع راسك فوق فانت اهلاوي، ده اخر عدد جبته من مجلات الاهلي.